السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم هشام الطبخ. اليوم ان شاء الله راح ندير وصفه على بالي بلي راح تعجبكم باسكو الجور هادو تاع الوصفات هما اللي يحبوهم بزاف حنا لي زالجيريان. راح نديرو رولي تاع البطاطا بالسرق بالصلصه البيضاء، يعني شويه لا كريم فريش وفرماج. اذا المكونات عندي لهنايا سلق، راني مقطع لهنا جهه الاوراق الفوقانيه وحدهم، وهنا الجهه التحتانيه وحدهم، قطعتهم صغار هكذايا غسلتهم مليح. عندي شويه لا كريم فريش، كيما لا كريم فريش كاين بزاف اللي يقولوا اسكو نقدروا نبدلوها بالياغورت ناتور، ما تقدروش تبدلوه بياغورت ناتور في لي ريسيت هادو، بالك في الخبز تجو ديروا ان بات ديروا فيها ياغورت ناتور باش يجيكم شويه خفيفه، هي ماشي باش تجي خفيفه، تما هي تتخمر، تما فيها الياغورت ناتور فيها هذيك العفسه اللي ديروها الحليب باش يخمروه باش يخدموا به الفرامج، تقدروا تستغلوا تخدموا به لي بات، بصح في لي صوص ما تقدروش ديروا ياغورت ناتور باسكو ما عندوش نفس الذوق وماشي نفس القوام اللي مدهو لكم. عندنا ايضا الشيدر، الشيدر هو اللي حيكون القاعده تاع الرولي تاعنا، تقدروا اللي ما حبش يدير شيدر واش يدير يدير البيض. كي نديرو حنا البطاطا نديرو من تحتها شيدار، تقدرو تستفو ديرو البيض لان كشيدار، بصح الشيدار تجي بزاف شابه راح تشوفوها مع بعض. عندي ايضا الجبن الابيض، انا كيما قلتلكم نستعمل هاد الايامات الجبن لابون فاش بزاف بنين خاصة في لي روسات هادوما، وعندي بيان سور بطاطا وملح وفلفل كحل هذا ما كان. اذا مباشرة نبداو لاروسات تاعنا. الحاجة الاولى نجيو نقطعو البطاطا، البطاطا من الاحسن نقطعوها رقيقة باش كي نكونو نخدمو في الرولي تاعنا ما يتكسرش. بسم الله، تحبو تقطعوها طويلة ولا رونديلات كيما حبيتو، انا نخدمها باسكو البطاطا تاعي هذه ماشي خشينه، كي تكون خشينه نقطعها وسمو بالعرض، كي تكون هكذا كيما هذه رقيقه تما نقطعها بالطول هكذا، نقطعها برك رقيقه هذا ما كان. هكذا بصح كيما هذه خشينه نقطعها هكذا رونديلات. نكمل كامل نقطع البطاطا تاعنا نولي لكم قاعد البطاطا تاعي نشللها ونروحو نقليوها ونطيبو في نفس الوقت السلق تاعنا. اذا دوكا لهنا البطاطا تاعنا راني درتها تقلى ملها، نجيب مقله ندير فيها مورسو زبده شويه زيت ونخليها تسخن شويه برك، نخليها تسخن مليح باش نديرو فيها السلق تاعنا يطيب. سخنت الزيت تاعنا نجي ندير الجهه التحتانيه تاع السلق هي الاولى ونخليها تسوطا وحدها. اذا دوك هذا طيبته واحد 6 دقائق حتى يدبل مليح، نجيو نزيدو لها وسمو السلق بلا ما نساو البطاطا تاعنا اللي طيب منها. قصدي تسمى السلق الفوقاني هذاك الورق. نزيدو قسمة تحكم المقلم هذاك نبداو نزيدو كي يهبط نزيدو. نشوفو لهنا من بعد ما درت له الورق يدبلوا حوالي واحد 4 دقائق نطفي عليه باسكو بالكم السلق راهو شغل خفيف ما فيهش كامل الروح، ماشي حتى يولي مارو يولي قهوي وما يولي شويه يبقى شويه خضر هكذا بلا كولور تاع الشابه ولا فيتامين تاعو. نديرو في الكسكاس نقطعو مليح نزيد نعبصو شويه يخرج له كامل الماء باش نعاود نرجعو للمقله، باسكو لو كان دوك نديرو لا كريم هكذا شوفوا شوفوا هذا الماء نعم من جنب ما يخلاش، لهذا لازم نعصرو مليح نعاود نرجعو. اذا هاي ليك البطاطا تاعنا من بعد ما قليتها درت لهنا بابي سني وفتحت هذا باش تبرد بالخف ونشفتها مليح نحي لها نقص لها كامل الزيت هكذا نحيها من جهه السلق تاعنا اللي نشفناه مازال ما عاودش وليت ليه نخليه حتى نطيبو هذه باش نعاود نولو ليه. اذا دوكا لهنا نجيب هنا السنيوه تاعي اللي تدخل في الفرن ندير لها ورق زبده ونجي نسته في البطاطا تاعي. بسم الله، لازم ورق زبده سينو تلصق لكم، نسته في البطاطا وحده قدام وحده. اذا هكذا شوفوا انا استفت البطاطا تاعي هكذا، هي فقط معليش تفوها بالطول مداك بلان كما حبيتو برك وحده فوق وحده باش تغطوا كامل باش كي تروا ليهم بالك ما تقسمش. نجيبوا فرماج شيدار نرابي فوقها نحاولوا كيفاش نغطوها كامل. دوكا ندخلوها على الفرن نشعلوا لها من فوقها حتى تحمر القرا هذا واسمو الفرماج يتحمر يولي احمر نعاودوا نخرجوها. دوكا لهنا درت السنيوة تاعي في الفرن بدايت الفرن ماشي باش يدوب، نجي ندير شويه زيت لهنا في مغلى شويه برك ونحط فيها السلق تاعي. نسكر في جلاس النا تاع الثوم شويه فلفل اسود وشويه ملح
ما ديروش بزاف الملح باسكو رانا كاين فرماج شيدر وراح نزيد لها فرماج ابيض معاها هكذا. دركا نزيدها لا كريم فريش. نزيد لا كريم فريش على حسب السلق تاعكم. انا درت هنا كاس باسكو راني ندير 3 ربطات كبار برك علاش انا خليت السلق هنا مع الاخر باش كي تخرج البطاطا هذيك ندير فيها السلق يكون سخون الداخل. نزيد لها غير الفرماج ندورها ونقطعها وناكلوها سينو. لو كان نديرو مثلا السلق مع الاول صوطيوه كي ديروه داخل رولي لازم تعاودوا ترجعوه داخل الفرن باش يسخن شويه. هذه هي دبروا راسكم طريقه اللي سهله اخدموا بها. انا نشوف بلي هذه اللي احسن. نقصوا دوكا النار زيدوا دقيقه باك ونطفي عليه لوطني نخرج السنيوه تاعي تاع البطاطا. اذا هذا شوفوا كي يتحمر ينشف نخرجوا ماشي لازم يتحمر كامل باسكو الا تحمر بزاف يولي لكم يابس تن ماشي مليح. هكذا باش ينشف كيش كي نقلبوا فوق زبده ما يشدش روحه ما يسقناش. هنايا نحلو غير هذه هكذا برك باش نعرفوا بلي راح يتقلب. هادو مشويه ونجيب ورقه زبده واحده اخرى نحطو عليه هكذا نقلبها به كذا مليح هوب سيو ما تخسرلكمش. خلاص من الاحسن نجيبو بابي نشفو لها مليح الزيت هذا باسكو على بالكم بطاطا مقليه لا غالب تشد الزيت وحنا نسيو كيما يقولون نقصو الماكسيموم. دوكا نجيب هنايا واسمو السلق تاعي كيما قلت لكم دوكا مازالو سخون سما دوكا انا كي ندخلو في الفرن الا شتو ما تحملش مليح الفرماج يتحمر شويه نخرجو يكون السلق مليح نقدر ما ندخلوش كامل. هكذا مشي السلق تاعي مليح خلي غير شويه لي كوتي باش نغلق لي كوتي منا ومن هنا نخليهم باش نغلق برك مليح. الفرماج درتو هنا نقدر نخدم به الاز ونجي نديرو على السطح. ها قاد هلينا فيه بالفرماج دوكا نجو للروليوه هكذا وندور ندخل شويه باك السلق هذا لداخل وندورو هكذا مليح هاي والله. دوكا هكذا الرولي تاعنا راه واجد تحبوا تخلوه كيما راهو هكذا ولا تدخلوه في الفرن يزيد يتحمر شويه. انا بالنسبه ليا هكذا راهو مليح. دوكا واش ندير نديرو في صحن التقديم اعاودوا لي لكم هذا ما كان. اذا قبل ما نروح نشوفوا الشكل النهائي تاع الطبق تاعنا كيما المره السابقه تكلمتكم درتكم ستوري في الانستغرام بون اللي ما شتبع فيا في الانستغرام راح نخلي لكم الانستغرام تاعي في صندوق الوصف او التعليق باش تبعوني كاش ما تكون حاجه جديده تسمعوا بها نتوما الاولين. درت ستوري قصت لكم على لي زيكول هذا كاين بزاف اللي داروا يسقسوني لي زيكول قلت لكم ابي بري كاين منا 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 وقلت لكم الا حبيتوا راكم انت اللي ديروا لي فورماسيون لي زاتولي نشوف معنا لي زيكول اللي نقص لكم عن طريق سما هشام كوك يعني تروحوا تقول لهم انا جايكم من هشام كوك ينقص لكم يدير لكم ريديكسيون. اذا اول مدرسه نقترح عليكم وهي اللي توافق شغل كيما يقولوا تواصلت معها وقبل تدير لكم التخفيض هي مدرسه دار الياسمين. دار الياسمين هي مدرسه على كل حال كانت في قسنطينه فتحت مؤخرا في الدويره. هادو ما الصور اللي راكم تشوفوا فيهم بعد من لي زاتولي اللي ديروهم. المدرسه هذه بزاف مميزه دير لي زاتولي في الصالي في السكري وبطريقه على بالي بلي تعجبكم باسكو انتم تحبوا حاجه مزوقه على شابه اون بليز ماشي كومبليكي. لهذا المدرسه هذه قررت انها دير لكم تخفيضات ب 20% يعني انتم مش راح ديروا نخليكم الرابط تاعها في صندوق الوصف اول تعليق روحوا زوروا المدرسه تاعها شوفوا ابي بري لي زاتولي اللي ديروهم نحلقوا ما يديروا الصالي السكري لي صالي بزاف فيه شابين. نتوما روحوا شوفوا الفورماسيون اللي تعجبكم الاتولي اللي تعجبكم تقدروا تتواصلوا معها عن طريق كود باستعمال كود يعني كود برومو هشام كوك كي تهضروا معها قال انا حابين نديروا هذا الاتولي شحال دير حنا جينا لك عن طريق هشام كوك ندير لكم تخفيض تاع 20%. لهذا جميع واحد يحب يدير لي فورماسيون راه في القناه تاعي مشترك معايا يحب يزيد هذوما راح نخليكم في صندوق الوصف فروحوا شوفوا المدرسه تاعها ورجعوا لي بالخبر وان شاء الله تلقاو شاكم تحوسوا. هاوليك هاولي تاعنا انا درت معاه غير شويه خضار حدا شويه سلطه نجو نقطعو مرسو بسم الله بسم الله. شوفوا كيفاش يجي شباب الله الله الفرامج هادوك يا جدك بسم الله
صحتكم.